بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السادة الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التي يعقدها قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين في العراق بالتعاون مع دائرة الإفتاء الأردنية، والتي جاءت لتسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع الإفتاء المؤسسي. ومحاضرنا اليوم من دائرة الإفتاء الأردنية لريادة هذه المؤسسة في هذا الجانب، فجاءت بعنوان الإفتاء المؤسسي مفهومه وأهدافه وآلياته، يقدمها فضيلة المفتي الدكتور حسان أبو عرقوب، مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في دار الإفتاء العام الأردنية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وراثه، فحي الله هذه الوجوه وجزاكم الله خيرا. وهذه ليست محاضرة، يعني محاضرة الأساتذة يعني الذين يجلسون، إنما هي من باب يعني إعادة تكرار المعلومات، ومن باب مراجعة العلم، وأدم للعلم مذاكرة، فدوام العلم مذاكرته، يعني من هذا الباب ليس أكثر. بالنسبة للإفتاء المؤسسي، نحن نعلم أهمية الفتوى في الإسلام وأنها بيان للحكم الشرعي، وكأن المفتي يقول قال الله، أو هذا حكم الله، وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في غاية الخطورة، ولا يخفى على ساداتكم هذا الأمر. من أجل هذا اعتنى المسلمون سابقا ولاحقا بهذا الموضوع، وكان للفتوى نمو. فمنذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان المفتي هو الله سبحانه وتعالى، بما ينزله من الآيات وبما يبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفتونك قل الله يفتيكم، كأن الله هو المفتي. ثم انتقل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه. لكن الفكرة الذي أريد أن أبينها أن المؤسسية بدأت من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أرسل سيدنا معاذ وسيدنا أبا موسى الأشعري إلى اليمن. لماذا أرسل اثنين لتلك المهمة، ما أرسل واحد؟ هو فتح باب للتشاور، باب للتحاور، باب للبحث أكثر. بدأت من هنا المؤسسية. فهم هذا الصحابة، وتجلى ذلك في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا في أمر خطير جدا، وهو قضية الخلافة والولاية، من يلي أمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك الخطب الجلل. يعني ما مر على المسلمين مصيبة أعظم من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. عندها تذهل العقول، وبتعرفوا سيدنا عمر من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، فيعني صدمة كبيرة لا شك. فتذكروا ممارسات النبي عليه الصلاة والسلام وتدريبات النبي عليه الصلاة والسلام وتعليماته، فاجتمعوا في السقيفة وأقروا الأمر بكل سهولة ويسر، ومشت الأمور في أمر لا شك أنه جلل وخطير جدا، يعني كان ممكن تسفك فيه الدماء وتطير فيه الرقاب. الصحابة من بعد ذلك في الخلفاء فهموا هذا المعنى أيضا، فكان سيدنا أبو بكر أيضا يستشير في أمور الفتوى سيدنا عمر ويجمع الصحابة، بل أصدر مرسوما بمنع خروج بعض الصحابة من المدينة، أنه لا، أنتم للمشورة، نريد أن نستشيركم وأن نجلس معكم ونسمع منكم، ممنوع تخرجوا أنتم مع الخارجين، لأنه القضية العلمية قضية خطيرة، قضية فتوى، ولا يتحملها حتى لو كان سيدنا عمر، وهو من هو، يعني سيدنا عمر من كبار المجتهدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نشير إليه أنه أبو المصالح المرسلة والاستصلاح، سيدنا عمر رضي الله عنه بتصرفاته التي كان يتصرف بها، فكان واسع الأفق، فقيها لا يشق له غبار. ومن ضمن هذا الفقه فهم أن الأمور لابد وتحتاج إلى شورى. ثم جاء بعد ذلك زمن نستطيع أن نقول فيه طغت الفردية إلى حد كبير، فصار هنالك مفتي للشافعية، مفتي للحنفية، مفتي للمالكية، يعني كان يختصر الأمر بشخص أكثر منه مجموعة.
لكن حتى هؤلاء الأشخاص ما كانوا يبخلون على أنفسهم بالاستشارة. لذلك في بعضهم يقول: وقد سألت شيخي فأجابني، وقد تذكرت معه فأفادني. يعني موجود، صحيح هو من تولى المنصب واحد، لكن الشورى والاستشارة والاستمزاج كان موجودا، ويذكرون بأمانة يعني إنه وقد هاي أفادني بها شيخي فلان، وأخذته عن شيخي فلان، كله موثق. يعني كان في حتى أمانة علمية نفتقدها هذه الأيام. هذه الأيام إخواننا لما بده ينتقد إنسان بقول الشيخ فلان الفلاني قال وقال، لأنه بنتقده، لكن لما يستفيد منه شيء شو بقول؟ وحدثني شخص، وحدثني طالب علم. طب ليش ما بتفيد اسمه؟ يعني كمان هاي من الأدب، يعني كما أنت إذا انتقدت انتقدت بالاسم، فإذا أفدت فاذكر الاسم أيضا، هذا من باب الأمانة. ثم انتقل الموضوع إلى العصر الحالي بعد مرورنا بعصور الضعف والعجز، وخلنا نقول أكثر يعني بلشنا نتراجع في باب العلم، وأصبحت مؤهلات الاجتهاد والفتوى. أنتم بتعرفوا المفتي أيضا هو صفات وصفات المجتهد، يعني المفروض أن المفتي أن يكون مجتهدا. فأصبحنا نتنازل شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى استحكم الضعف فينا، فلجأ المسلمون إلى مخرج من هذا، أنه ما عد وجدنا الشخص الجامع لكل هذه الصفات والقادر على الاجتهاد ووحيدا وبكل ثقة، فأصبحنا نلجأ لشيء اسمه الإفتاء المؤسسي، أو مجموعة من المؤسسات التي تقوم بالإفتاء، سواء كانت مجالس، سواء كانت مجامع، سواء كان دور إفتاء. يعني في الزمن الماضي ما في شيء اسمه دار إفتاء، في مفتي الشافعية، مفتي الحنفية، مفتي المالكية، الآن لا، صار في دور إفتاء، وهذه الدور لها عمل يختلف عن عمل حتى المفتي القديم. يا إخواننا المفتي زمان لما كان مثلا مفتي الشافعية، هذا لا يفتي إلا بما هو معتمد الشافعية، مش المذهب الشافعي، معتمد الشافعية، مذهب الحنفية معتمد المذهب، ولا يجوز له أن يخرج عنه، بل ويأخذ الجراية عليه. يعني لما يحطوا عليه أوقاف لأنه يفتي بمعتمد المذهب الحنفي، ليس فقط لأنه يفتي، لا، لازم يفتي على المعتمد، وبناء عليه يستحق الجراية، فيحرم عليه أن يفتي بخلافها لأنه بناء عليه أخذ الجراية. لاحظ وين كان الأمور، الآن الأمور اختلفت، حوائج الناس اختلفت، الظروف سياسية اقتصادية اجتماعية فكرية، من كل النواحي الأمور اختلفت، وما عاد إنسان واحد يستطيع أن يحيط بها كلها. يعني بنحكي على الحديث، الحديث صار علما متبحرا فيه فروع كثيرة، الفقه كذلك، الأصول كذلك، القرآن كذلك، يعني العلم الواحد صار مجموعة من العلوم ومن التفريعات ومن تعرف الآن تكتب رسالة ماجستير أو دكتورة في فرعية واحدة، فرعية صغيرة بتجيب فيها كلام وأقويل وردود وأخذ وعطاء. فبالتالي من هنا احتاج الأمر لهذه المجامع، فصار شيء اسمه الإفتاء المؤسسي، لنجمع كل هذه الصفات في مؤسسة، تبحر في القرآن، تبحر في الحديث، تبحر في الفقه، في الأصول، من خلال مجموعة أشخاص تضمهم مؤسسة يعبرون عن رأي المؤسسة، فصار المجتهد هو هذه المؤسسة بدل أن كان شخصا واحدا. ولا شك أنه هذا عمل محمود، أنه وجود أكثر من رأي أفضل من وجود رأي شخص واحد، وجود أكثر من جهة تدرس الموضوع وترى الزوايا، وكل واحد سبحان الله له نظرة وله يعني خبرة وله فهم، هذا يثري المواضيع. أيضا خرجنا من قضية المعتمد في مذهب معين، يعني أصبحت الأمور أكثر اتساعا، يعني بدل ما كنا المعتمد من الشافعية، المعتمد من الحنفية، أصبحت المؤسسة غير مقيدة بمذهب. يعني عندنا أربع مذاهب أستطيع أن أنتقي من هذه الأربعة مذاهب، فإن لم يكن في الأربعة مذاهب قول في مسألة، مثلا هناك مسائل مستجدة مثل مثلا قضية الاستنساخ غير موجودة مثلا، أو قضية الأمور الحديثة في الاقتصاد مثل البيع المنتهي بالتمليك وغيره، إيجار المنتهي بالتمليك، فطب ما في بالنصوص عندي قديم، ماذا أفعل؟ صار عندنا قدرة كمجموعة أن نبحث في المسألة ونخرج فيها حكما لم يرد في السابق، تكون أنت مرتاح لأنه الكل يبحث، لست وحيدا من يتحمل هذه المسؤولية. وكما قال سيدنا موسى أنه هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، وكما قال له سنشد عضدك بأخيك، الذي يمارس الفتوى الجماعية سيعرف معنى هذا الكلام. في الفتوى الجماعية عندما يجلس المجتمعون لبحث المسألة، يعني ستتفاجأ، تبحرت ودراست وأخذت كل، تظن أنه أحط علما بكل شيء فيها، فتسمع فلان يتكلم والله يأتي بجديد، فلان يتكلم يأتي بجديد، فلان يتكلم يأتي بجديد، تطرح إشكالات
ظننت أنه أنت أحط بكل الإشكالات. لا والله في إشكالات ما خطرت على بالك، في إشكالات يعني أتذكر آخر مرة كنا نبحث في مسألة في دائرة الإفتاء في لجنة الفتوى، يعني نحن 10 يحمل شهادة دكتوراه، كل واحد من مدرسة وكل واحد من مذهب وكل واحد من طريقة، قتلناها بحثا 2 شهر نبحث في مسألة خلاص. فرفعت إلى المفتي العام للمصادقة، وإذ بالمفتي العام يعيدها للجنة، والله أثار إشكال ما انتبهنا له. 10 تخيل، وبحثت لمدة 2 فيأتيك بإشكال والله ما خطر عبنا، فأجبنا عن الإشكال وأتممنا الفتوى، لأنه فعلا كلما عرضت أكثر على أهل العلم ستجد من يطرح هذا الفكر واسع ولا ينتهي، وكل واحد له زاوية ينظر من خلاله وخبرة يتكلم من خلال هذه الخبرة. هذه المؤسسات الآن التي نشأت منها تابعة لمجموعة دول مثل المجامع الفقهية، مجمع الفقهي بضم مجموعة من الدول، وهنالك ما هو في نفس الدولة، يعني مثل دائرة الإفتاء نحن من نفس الدولة نقوم، هنالك هيئات من مناطق مختلفة ومحافظات مختلفة، هنالك مجالس، هنالك هيئة كبار علماء يسمونها، كلها الهدف منها واحد وهو أن يجتمع هؤلاء المؤهلون للوصول إلى الحكم الشرعي. ربما الآفة اللي قد تجدها في بعض المؤسسات العاملة هو عملية انتقاء الخبرات، يعني هل هي مناسبة أو غير مناسبة، هل هي كفؤة أو غير كفؤة، هل هي مؤهلة أن تصبح أيضا كفؤة أو غير مؤهلة. يعني في بعض الأحيان يعتمد على المناصب الرسمية في بعض المجامع، أن والله كونه هذا مثلا له منصب رسمي هو يصبح عضو من خلال هذا المقعد الذي يشغل في دولته، هذا غير كافي، لأنه في بعض المناصب تكون سياسية. يعني مثلا عندما نقول على سبيل المثال وزير الأوقاف، وزير الأوقاف هو منصب سياسي ليس منصبا علميا، العلم شيء آخر غير السياسة، فبالتالي يعني إذا ذهب ومثل لن يكون التمثيل الحقيقي. في دائرة الإفتاء طبعا أنشئت دائرة الإفتاء الأردنية مع وصول الملك عبد الله الأول رحمة الله عليه إلى الأردن، وكان هنالك مفتي، ثم بدأت الأمور تتأسس شيئا فشيئا، وجعل هنالك مفتي تابع لقاضي القضاء، ثم أصبح تابعا لوزارة الأوقاف. في عام 2006 تم استقلال دائرة الأفتاء العام عن وزارة الأوقاف، وأصبح المفتي برتبة وزير ومستقل تماما لا يتبع لأحد، وهذا أيضا من أهم الأمور وهو وجود الحرية عند المفتي. المفتي عندما يكون تابع لوزير أو تابع لقاضي قضاء لن يأخذ حريته، سيكون كما يملى عليه، يظل شيء خايف منه. أما الآن لا، تم الفصل الكامل وأصبح برتبة وزير ليس تابعا لأحد، حتى ليس تابعا لرئيس الوزراء، يعني الوزارة تتغير هو يبقى، المفتي ما له علاقة بالتغييرات الوزارية، يبقى الذي يضعه الملك والذي يزيله الملك فقط، يعني أو يموت، غير هيك ما في. أما أنه يجي وزارة أو حكومة أو أحد يتدخل ممنوع. ثم توج جلالة الملك هذا الأمر بعبارة دائما نحن نكررها ونستشهد بها، وكانت فعلا هي من الأرضيات التي نبني عليها بكل راحة، قال: الإفتاء مستقل ولا سلطان عليكم إلا سلطان الدين فقط، ما أحد له عليكم شيء إلا سلطان الدين، فافتوا الناس بشرع الله. وكان هذا الأمر، وهذا يشعرنا براحة شديدة جدا، يعني نحن بغض النظر عن أي آثار خارجية، ماذا تريد الدولة، ماذا يريد الشعب، ماذا يريد، لا ننظر بهذه النظرة، ننظر ماذا يقول الله وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحكم الشرعي الذي نحتاج إلى إبرازه للناس، وهذا دورنا، ونقنع الآخرين به. أما مسألة أن نداهن أحد أو نراعي أحد فهذا الحمد لله غير موجودة. الهدف من هذه العملية، لماذا أسست الإفتاء كمؤسسة ووضعت كجهة؟ الأمر الأول كما قلنا لنجمع ما تفرق عند العلماء في مؤسسة بدل أن يكون في شخص. الأمر الثاني توحيد الفتوى. توحيد الفتوى كان هما شاغلا عند المسلمين، يعني بيجي عند الشيخ بيفتي بجواب، والشيخ بيفتي بجواب، والشيخ بيفتي يعني قد يأخذ 6-7 إجابات من 6-7 شيوخ، فيحار هذا الإنسان، طب ماذا أفعل، على من أسير؟ وبعض القضايا حساسة، يعني في قضايا زواج وطلاق، طب هذه أنساب، في قضايا مواريث، المال يقتتل الناس من أجل المال، يتذبحون، هذا بقول الشيخ فلان أفتاني كذا والشيخ فلان أفتاني كذا، يعني ليست القضايا كلها ببساطة والله طهارة وصلاة وعدنا صلاة ولا ما عدنا، لا، في قضايا أنساب، قضايا أموال، قضايا أعراض، قضايا قتل، عفو، هناك مسائل خطيرة، طب ما الذي نفعله إذا كل شيخ يفتي على مزاجه أو مش على مزاجه وفق مذهبه، قل يعني إذا كان راجع إلى مذهب، فلا بد من قضية توحيد للفتوى. المذهب أو المنهج الذي سارت عليه دائرة الإفتاء هو أنها تتبنى المذهب الشافعي، ما قام به سمحت الشيخ نوح أنه جعل الفتوى
الأصل فيها هو على المذهب الشافعي، وهذا تناول أغلب العبادات فأراحنا، فتجد الفتوى في العبادات في شمال المملكة وفي جنوبها واحدة. نظرنا في بعض المسائل والله فيها صعوبة شوي على المذهب الشافعي، مثلا لو مس رجل امرأة في الحج نقول له انتقض وضوءك روح اتوضى، يقول لك أوصل الأردن أقرب، الأردن أقرب من الحمامات أبدأ أروح، فنقول له سيدي أبو حنيفة يقول لك ماشي الحال. فاتفقنا في هذه المسألة أن نخرج عن المذهب الشافعي. مثلا مسألة الجبائر أن يضعها على طهارة كي لا يعيد، مسألة غاية في التعقيد، يعني واحد مكسور نقول له روح اتوضى قبل ما تجبر، يعني صعبة شوي. فنقول له سيدي أبو حنيفة بقول اغسل الصحيح وامسح على الجريح وصلي واستريح، خلص تبارك الله ما في مانع. فنخرج عن المذهب باتفاق، نجتمع ونقول هذه المسألة مسألة صعبة على الناس، دعونا إيش نريح الناس فيها ونفتي فيها بخلاف مذهب الشافعية، ربما أخذنا من الحنفية أو المالكية أو الحنابلة، ونحاول دائما أن نقدم للناس ما هو قابل للتطبيق وسهل عليهم، يعني ما عندنا التعصب المذهبي، يعني التحلل من المذهب شريك للتعصب المذهبي، كلاهما يؤذي الدين، يعني يصعب تطبيقه على الواقع. نحن نريد من الدين أن يصبح بالنهاية قابلا للتطبيق حتى يتبناه الناس، يعني أنا عندي إذا أخذ بقول الحنابلة أو المالكية أو الحنفي أهون من أن يترك الكل، يعني هذه مذاهب إسلامية محترمة، فما عندنا نظرية التعصب والتشدد في المذهب أو الفتوى، لا على العكس، نحب أن نريح الناس وأن نفتي لهم بما ييسر لهم حياتهم، سيما في المعاملات المالية. بعض المعاملات المالية أخواننا، يعني إذا أردت أن تأخذ مذهبا واحدا لا يمكن أن تفتي بها على مذهب، يعني تقول بدي أخذ الشافعي ما بيمشي الحال، ستبطل، ستجد بعض بنود العقود تبطل، على الحنفي ستبطل، على المالكي ستبطل، على الحنبلي ستبطل، ستجد شروط أو أشياء مبطلة، فلا تستطيع إلا أن تقوم بعمل إيش توليفات، هذا على المذهب الفلاني وهذا على المذهب الفلاني، كعقود الآن مالية موجودة لا تستطيع أن تسير فيها على مذهب واحد. فإن كان في ذهنك دائما قضية التعصب المذهبي والتشدد للمذهب لن تصلح لفتي الناس، راح تضيق عليهم وتقطع أرزاقهم ويملون حتى من هذا الدين ويخرجون، والناس يعني الآن لا تحتاج إلى هذه الدعوة، يعني الأصوات التي تجذبهم كثيرة، فنحن بحاجة إلى جذبهم إلى الدين. فبالتالي وجود المنهجية مطلوبة، أن يكون عندنا إفتاء مؤسسي، يعني إفتاء له منهج له طريقة يسير عليها. قلنا طريقتنا هي أن نأخذ بالمذهب الشافعي في الأصل، وهذا سيشمل العبادات كلها إلا ما اتفقنا على الخروج منه، ثم بعد ذلك ننتقي من المذاهب الأربعة ما ييسر على الناس حياتهم ولا مانع من ذلك، وأيضا أن تكون الكلمة موحدة، يعني نتفق على شيء ماذا نخرج وماذا نأخذ، لأنه في بعض الأحيان إذا أنت رأيت الخروج وفلان ما رأى وما اتفقنا، معناته سنتصل بفلان يفتي بشيء وفلان يفتي بشيء، انتفت المؤسسية. لابد أن نتفق ونقتنع أنه هذا هو الصحيح. من عملنا من اللجنة ماذا يحدث؟ بعض الأحيان لا نوافق على بعض الفتاوى، يعني أنا يكون لي تحفظ على فتوى، ما أقول أنا أتحفظ على هذه الفتوى لا أوافقها، لي حق أن أثبت تحفظي، لكن إذا أفتيت الناس أفتي بما اتفق عليه الناس، هذا عمل جماعي، يعني من أسس العمل المؤسس احترام العمل الجماعي. نعم، يعني أعطيك مثلا مثال، إنسان يسأل أريد أن أضع صراف آلي لبنك ربوي في منزلي وأجرهم، حطه على باب الدار الـ ATM وهو بنك ربوي، قد أرى أنا أنه والله هذا أمر جائز، ما له علاقة، أنا لا اشتغلت ربا ولا عقدت عقود ربا ولا شيء علي، إنما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الصحيح لعن آكل الربا وموكل وكاتب وشاهدي، أنا لست آكلا ولا موكلا ولا كاتب ولا شاهدي، خلص أنا لست آثما إذا وضعت الصراف الآلي في بيتي وأخذت منهم أموالا مقابل هذه الإجارة. لكن الأغلب قد يرون أنه لا والله هذا مشارك، والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المسألة محتملة. قلت أنا رأي شخصي أنه جائز، لكن المجموع رأيه إيش أو الأغلبية غير جائز. إذا سئلت في الخارج ما حكم ماذا أقول؟ غير جائز. طب ليش؟ لابد من احترام العمل الجماعي والرأي الجماعي في العمل المؤسسي. الآن ستتنازل عن رأيك وإن كنت أثبت تحفظي على الورقة، لكن إذا أردت أن أعمل جماعيا يجب أن أحترم العمل الجماعي والخلاصة التي توصلوا إليها. فبهذا الحال ستجد من في الشمال ومن في الجنوب يفتي بنفس الفتوى بغض النظر عن رأيه الشخصي،
رأي الشخص مسألة أخرى، بحث علمي، هذا في البحث العلمي تثبته وتثبت تحفظك ولماذا تحفظت على القرار، هذا حقك. لكن إذا أردنا أن نعمل عملا مؤسسيا جماعيا ينبغي أن نحترم رأي الأغلبية، سيما هي قضايا ظنية يحتمل كل قول فيها الصواب والخطأ. لكن إذا تكلمنا عن مؤسسية نحن نتكلم عن منهجية، عن عمل جماعي، والعمل الجماعي لابد أن يحترم الأقل فيه الأكثر. أيضا لابد أن يكون هنالك شيء مؤسس له واستمرارية، يعني لا يصلح أن يرتبط العمل الجماعي بشخص. إذا والله عاش فلان نحن نسير، مات فلان يعني معناته انتهى المشروع. يعني من ضمن الأمور اللي كانت قاسية أنه عند انتقال سماحة الشيخ رحمة الله عليه من دائرة الإفتاء وتقاعد، يعني حسينا بهزة وصدمة كونه هو الذي أسس دائرة الإفتاء وهو الذي وضع قواعدها. لكن الجميل أنه قال لا، أنا أسست شيء يستمر، يعني ما ربط الشيء في ذاته، قال أنا جعلت مؤسسية في العمل، وضعت مدراء، وضعت رؤساء أقسام، معي وبغيري سيستمر العمل وستبنون ما بدأت. وفعلا هذا ما حصل، وحصلنا على مؤخرا على جائزة التميز، جائزة الملك عبد الله للتميز على مستوى المؤسسة وحتى على مستوى المدراء. عندنا مدير شارك وأخذ أيضا جائزة، أيضا موقع إلكتروني يمكن 5 جوائز الآن صرنا ماخذين في بعد رحيل الشيخ، فما انتهى العمل، على العكس هذا العمل مطلوب أن يعمل الإنسان للاستمرارية وللدوام، ما يعمل عمل أنه مرتبط فيه هو شخصي أنه كل شيء هو، بحيث أنه إذا أنا مت انتهى كل شيء. لا، ينبغي أن أربي وأفرخ وأدرب أناس يحملون هذه المسؤوليات من بعدي. وهذا ما كان حريص عليه رحمة الله عليه، أنه فعلا كان يدربنا على كل عمل نعمله حتى نستلم الأعمال من بعده. أما العمل على وان شومان، يعني أنه بس أموت خلص انتهى، هذا لا يجدي نفعا، لابد من وجود هذا الأمر. أيضا من الأمور التي يعني ينبغي الاهتمام بها التدريب الكوادر الدائم، يعني هذا من الأمور اللي بنشتغلها بإدارة الإفتاء، تدريب الكوادر الدائم. هنالك تدريب شرعي وهنالك تدريب غير شرعي. التدريب الشرعي عندنا دورات شرعية في الفقه، في الأصول، في النحو، في العقيدة الإسلامية، في الحديث، في التفسير، في التصوف، دائما الدورات وعلى مستويات. لكن أول ما يأتي الطالب نعمل له ريفرش سريع في كل هذه الأمور حتى يتذكر وتنتعش ذاكرته. بعد ذلك تبدأ الدورات التخصصية، هذا في العلم الشرعي لابد أن يظل. وعندنا درس صباحي كل يوم قرأنا فيه مغني المحتاج للإمام الشربيني كاملا، وقرأنا فيه مجموعة كتب، والآن نحن في كتاب الشربيني أيضا اللي هو الإقناع في شرح مختصر أبي شجاع، وقرأنا عمدة السالك يمكن 4-5 مرات. درس صباحي يوميا، يوميا بنجلس أحد إخواننا الكبار يقرأ الدرس ويشرح الدرس يوميا نصف ساعة، لابد أن نجلس ونبدأ النهار بالعلم. فإن كنت في مسألة والله بالجامعة أنت ما حضرتها، أنت ضعيف فيها، أنت ما ستبدأ وتناقش وتتعلم، والعلم بالتعلم، والإنسان ينسى، ترى الإنسان ينسى. لكن وجود هذا الدرس الصباحي على الأقل وحده كافي أنه يعمل لك انتعاش، خاصة بما يدور من حوارات ونقاشات. وندرس دراسة مذهبية نصية، يعني هو يقرأ بالنص بالكلمة ونناقش إن كان هنالك مناقشات، ونحاول أن نقيس عليه وأن نسقط على الواقع. بعد ذلك هنالك الدورات غير الشرعية وهي مهمة جدا، وهي ما أثرت دائرة الإفتاء. يعني مثلا عندنا مدير الموقع الإلكتروني شيخ دكتوراه حديث، مدير العلاقات العام والتعاون الدولي برضو شيخ دكتوراه فقه وأصوله. كل المديريات عندنا هي عبارة عن شيوخ عندنا ودكاترة. طب كيف جبتوهم؟ دربناهم. يعني أنا كمسؤول إعلام مثلا يمكن عندي 10 دورات في الإعلام بين لغة عربية ولغة إنجليزية أيضا، يعني في دورات أخذتها بالعربي، في دورات باللغة الإنجليزية. كل واحد عندنا أخذ من الدورات الشيء الكثير حتى يتأهل للحديث. يعني مجرد أني بدي أجلس أمام كاميرا يا إخوانا هذا فن، كيف أتكلم فن، كيف أدرس فن، كيف أحاضر فن، كيف أدرب. التدريب، تدريب مدربين، في دورة اسمها دورة تدريب المدربين، كيف تدرب ناس ليدربوا أيضا، هذا أيضا علم. هذه الدورات كلها أخذناها، أخذنا دورات في الإصلاح الأسري، ذهبنا إلى مستشفى أحد المستشفيات للعلاج الطبي النفسي وأخذنا دورة هناك، كيف نتعامل مع الناس. أنت بيجيك مثلا إنسان مطلق، إنسان ليس في وعي، إنسان مرات مش عاقل، يعني فيه من الغضب ما يخرجه عن الحال الاعتدال الطبيعي. أنت تعامل إنسان الآن في عنده مشكلة، كيف أتعامل مع هذا الإنسان وكيف أمتصه؟ ستفهم هذا عندما تجد كيف يدخل بغضبه ويخرج يبتسم. هذا ما جاء هكذا، هذا من خلال تدريبات
أخذناها باستمرار وحرصنا عليها. مثلا هنالك 5 دورات في معهد الإعلام الأردني دربنا فيها المفتين على الجلوس أمام الكاميرا، كيف يتحدث، كيف يعطي أمام الكاميرا، كيف يتحاور، كيف ينشئ حوارا تلفزيونيا أو إذاعيا حتى، يعني الفرق بين التلفزيون والإذاعة، كيف يتكلم مع التلفزيون وكيف يتكلم مع الإذاعة، وغيرها من هذه الدورات. فوجود مثل هذه الدورات أسست لفهم مشترك من حيث العلم ومن حيث الدربة، أسست لفكر مشترك، كأننا نفكر بعقل واحد، يعني عارفين هدفنا، عارفين توجهنا، عارفين ما هو المسموح، ما هو غير المسموح، ما هو الجائز، ما هو غير الجائز، ما هي حدودنا. فبالتالي تجد الأمور سهلة، يعني مهما تناقشنا وارتفعت أصواتنا المصب واحد والطريق واحد. هذه هي المؤسسية، أن نفكر بعقل واحد، لكن لابد زي ما ذكرنا من وجود الأمور السابقة. وأهم شيء نركز عليه قضية الحرية، إذا لم يوجد حرية عند أهل الدين لن تجد إنتاجا علميا صحيحا. هذا نقطة مهمة غاية في الأهمية، يجب أن نفكر في معزل عن أي تأثير، نفكر بالعلم الخالص، نفكر أنه إرضاء وجه الله سبحانه وتعالى فقط. ثم إن وجدنا مصلحة بإطلاق الفتوى أطلقناها، لم نجد مصلحة بإطلاق الفتوى سنصمت عنها، لأنه هنالك أحوال ينبغي على المفتي أن يسكت وأن لا يتكلم، ربما كلامه يضر ولا ينفع. فهل هنالك مصلحة بالكلام؟ هذا نناقشه أم نسكت؟ طيب إذا رأينا مصلحة في الكلام أيضا نناقش العبارات، هل هي عبارات وإن كانت علمية صحيحة لكن هل هي مؤدية للغرض أو محتملة ممكن تعمل تشويش عند الناس؟ لاحظوا نراجع بالكلمة بالحرف، وتعرض أيضا هذه الفتوى على مدير الإعلام ليناقشها من ناحية الإعلامية، إذا برزت هل هنالك استدراكات ممكن تستدرك عليها، سوء فهم، إشارات عابرة ممكن أحد يفهمها، يعني قبل أن تخرج الفتوى تناقش من أكثر من صعيد حتى تخرج فتوى علمية يحبها الجميع ويحترمها الجميع ويتقبلها الجميع. وهذا ما وجدناه بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي مؤخرا صدر من معهد الدراسات في الجامعة الأردنية دراسة أنه دارة الإفتاء نالت ثقة المواطنين في المركز الثاني بعد الأجهزة الأمنية، يعني الأجهزة الأمنية رقم 1 في ثقة المواطنين، رقم 2 دائرة الإفتاء العام، وفي مرصد دار الفتوى المصرية كنا رقم 2 في نشر الفتوى وتداول الفتوى بعد دار الفتوى المصرية. طبعا الفرق كبير بينه وبين دار الفتوى المصرية من حيث الإمكانيات والعدد والعدة والتاريخ، لكن أن نأتي بالمرتبة الثانية بعدهم يعني كان إنجازا عظيما. الفضل لله سبحانه وتعالى لقيادتنا الهاشمية التي أرادت من الإفتاء أن يكون مستقلا وحرا ونزيها ويعبر عن شرع الله سبحانه وتعالى، ثم للمؤسسية التي تنعم بها هذه الدائرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم دوام التوفيق. لا يخفى على جنابكم الكريم أن الفتوى أصلا غير ملزمة، يعني الفتوى تختلف عن حكم القضاء، فالفتوى غير ملزمة. يعني أنت تأتيني كمفتي تقول لي والله أنا لمست زوجتي، يدي جاءت على يدها، ما حكم وضوئي؟ أنا كشافعي أقول لك انتقض وضوءك. طب أنت طلعت وبدك تروح تصلي ومش سائل عن فتوتي، بتقول والله أنا حب فتوى أبو حنيفة أنا وجي عبالي أخذ بالشافعي، أنت حر، الفتوى غير ملزمة. لكن في جانب بسيط قد تكون ملزمة، عندنا جانبين، الجانب الأول وهو الطلاق، فتاوى الطلاق فتاوى الدائرة معتمدة لدى دائرة قاضي القضاء. يعني لو جيت أنت كعالم فجاءك إنسان وسأل قال لك يا دكتور إيش حكم الطلاق اللي أنا رميته، أنت تقول والله طلاقك إيش غير واقع مثلا، فجاءني وقلت لا طلاقك واقع وأنا أعطي فتوى مكتوبة ومختومة، بأيهما سيؤخذ؟ سيؤخذ بكلامي، لأن أنا جهة رسمية معتمدة عند الدولة وأعطيك ورق رسمي ومختوم. فلو تكلم أكبر العلماء خارج الدائرة عن مسائل الطلاق ليس معتمدا عند دائرة قاضي القضاء، هاي مسألة. لذلك دأب الناس، وإذا بتسمعوا بالإذاعات صارت يعني معروفة عند الكل، أي واحد يسأل سؤال طلاق ماذا يقول له؟ راجع دائرة الإفتاء، لأنه كلامه حيكون على الفاضي، راجع دائرة الإفتاء. وهذا نهج حتى أنا في الخارج الآن، إذا حدا سألني بقول له راجع الدائرة، لا أفتيه خارج الدائرة، يعني خارج محيط الدائرة، ولا مفتي يفتي على الهاتف أو خارج الدائرة. أي سؤال يأتينا أنا وأنا جاي الآن بالسيارة واحد سألني عن الطلاق، قلت له على الدائرة، نجيب فقط في مكان العمل ورسميا ومكتوب، لأنه هاي نزاعات ليست سهلة. لو قال لك فلان أفتاني وفلان حكالي نقع في مشاكل، لا، بعيدا عن الحيص بيص، نحن نفتي ورقيا ومكتوبا، أنت إيش حكيت هيو مكتوب، وأنا إيش أفتيت هيو مكتوب، والقضاء سيفصل. الأمر الثاني هي القضايا العامة التي تمس الدولة بشكل عام، يعني قضايا خطيرة
قضايا لها مساس بكل المجتمع، مش قضايا فردية مثل عبادات أو معاملات. هذه مثل هذه القضايا لا شك أنه رأي دائرة الإفتاء يحترم ولا يجوز لأحد أن يخرج عنه. طبعا إذا خرج عنه بلش يفتي بخلافه، وهي قضية قلنا خطيرة جدا يعني، وتمس الشريحة الكبرى من الناس، قانون الإفتاء يسمح لنا أن نرفع دعوة على هذا الإنسان وأن نشتكي عليه لأنه يشوش. مع ذلك نحن لم نستخدم هذا الحق، لأنه الحمد لله كل الناس بيعرفوا حدودهم وبيحترموا أنفسهم وبيحترموا مؤسساتهم أيضا، يعني ما صدف أنه فعلناها أبدا يعني. أما باقي القضايا يعني مثل الطهارة والصلاة والعبادة يستطيع أن يسأل الدائرة ويسأل خارج الدائرة، يعني الكل عندنا علماء كثر، يعني ليس العلم محصورا في دائرة الإفتاء، إنما موجود علماء كثر ونحترمهم ويفتون بما شاءوا. يعني الخلاف في بعض الأمور مش مشكلة، بالطهارة بالصلاة بالزكاة بالحج، لكن قضية الزواج والطلاق لأنها أنساب، وقضية المواريث أيضا لأنها خطيرة، هذه يعني كلام الدائرة فيها محترم. أيضا هنالك مسألة أيضا اللي هي الحكومة قد تسأل الإفتاء بعض قضاياها عن بعض قوانينها، لكن أيضا غير ملزم. يعني مثلا لو سألتني عن مشروع قانون الطفل أنا أبدي ملاحظاتي، هل هي ملزمة أن تأخذ بملاحظاتي؟ لا، لأنه أصلا الفتوى ليست ملزمة، أنا جهة استشارية، لكن أبين لها الحلال الحرام. ويعني واحد للأمانة ما نستشار به ونبديه، لا أقول كله، أقول في غالبه الأعم الأعظم يؤخذ بآرائنا، بل ويطلب منا في بعض الأحيان أن نشارك في بعض اللجان. يعني أنا شخصيا شاركت في عدة لجان بناء على طلب رئاسة الوزراء أنه بدنا شيخ من عندكم، جيبونا شيخ يناقش ويبدي رأي الدين في بعض المسائل، فكنا نذهب ونشارك ويحترم رأينا ويؤخذ به، يعني في حرص على الدين وعلى قواعده وأن لا يخرج منه، لأن أصلا مجتمعاتنا كلها مجتمعات متدينة. نحن نقول أنه دائرة الإفتاء مؤسسة رسمية ترعاها الدولة من حيث الكوادر، من حيث الدعم المالي، من حيث الوظائف، نعم، لكن حتى أبشرك التعيين فيها ليس عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وليس عن طريق الواسطة، وليس عن طريق أي شيء غير العلم الشرعي. بمعنى حتى يصبح الإنسان مفتيا، لأنه هون إحنا بنحكي على شغلة ما فيها مزح، يعني أنت مفتي بدك تجلس وتحكي، بدك تقابل رجال تقابل نساء، بدك تتعرض لمشاكل. يعني أنا ما بنفع أجيب واحد ما بفهم بالعربي، لو مين مكان أبوه ما حد ما بفهم، مش بدي فيه، أنا بدي ناس تشتغل. فمش بس مفتي، حتى كباحث، يعني قد يرسل لنا ديوان الخدمة مجموعة من الباحثين ونردهم جميعا. يعني نحن مؤسسة، الباحث عندنا لا أقبل أن يرسل لي أي أحد، أقابله، أعجبني بأخذه، ما أعجبني أرجع له، كاملين، مش مستعد أخذ ولا واحد غير كفؤ، لأنه أنا بدي ناس تشتغل. عشان هيك دائرة الإفتاء بتقوم بعمل فحص سنوي من أجل أن تنتقي مفتين. طبعا يتقدم 100 ينجح واحد في الامتحان تحريري، وهذا الواحد ليس بالضرورة أخذه، لأنه في بعده امتحان شفهي، فإن نجح في التحريري والشفهي نقبله وندخله في دورة مباشرة أيضا، يعني نعمله عملية إنعاش للمعلومات، مع أنه ما شاء الله يعني نجح في التحريري 1 من 100 نسبة النجاح، وأيضا نجح في الشفهي، مع ذلك لا نكتفي بالموجود عنده لأنه لا يكفي أن يؤهله كمفتي. أيضا ناحية الخلقية نسأل عنه بطريقتنا الخاصة، يعني نتأكد أنه إنسان أهل، لأنه هذا مؤتمن على أموال وعلى أعراض، يقابل رجال يقابل نساء يقابل فتيات، يعني حتى القضية الخلقية عندنا قضية مهمة جدا، يعني أن يكون نموذجا. فبالتالي الموجودين في الدائرة بفضل الله سبحانه وتعالى هم من النخب، يعني وبصعوبة نجد المفتي، وهذا أحد المعوقات، يعني ليس بسهولة أن تجد هذا الإنسان الذي يعني تعب على نفسه وعنده علم جيد، استطاع أن يتجاوز امتحانين، وجانبه الخلقي أيضا ما شاء الله والتزامه، فهذا شيء ليس سهلا. الخلق عند غالب الناس الحمد لله كويس، بس المشكلة في العلم صراحة، لذلك يعني النسب كانت بالنسبة لنا سيئة. فأيام الشيخ نوح الله يرحمه أرسل رسالة للجامعات وكليات الشريعة، أنتم في خطر، يعني إيش هي النسب؟ أن دكاترة بتقدموا، يعني مش ناس صغار، دكاترة، ومش عمالهم بينجحوا في الامتحانات. والأسئلة سهلة بالمناسبة، ليست صعبة ولا تعجيزية، يعني سهلة جدا، المفروض أي طالب علم تعبان حاله ينجح في الامتحان. طبعا نجاح من 70 عندنا في الورقة الأولى، ومن 60 في الورقة الثانية، يمتحن بالفقه وأصوله واللغة والقرآن والحديث والعقيدة، يمتحن بهذه كلها، والفقه والأصول من 70 والباقي المواد من 60 النجاح. لكن لابد له أن يتجاوز الامتحان ولا تقبل واسطة ولو ناقص علامة، يعني لو جاب 69 لا ينجح، بده يعيد السنة كاملة مرة أخرى ويحاول مرة أخرى. فهي كانت أيضا أحد المعوقات، أنه إحنا عندنا شواغر كثيرة، لكن إلى الآن عندنا 39 مفتي فقط
في كل أنحاء المملكة. العائق الآخر هو مبنى دائرة الإفتاء نفسه. طبعا إحنا جلالة الملك جاء ليفتتح المبنى فرفض الافتتاح، ما رضي يفتتحه ولم يزح الستار، قال هذا مبنى لا يليق بالإفتاء، فمنحنا قطعة أرض وننتظر إن شاء الله من الحكومة أن تمول بناء مبنى جديد لدائرة الإفتاء، لأن البناء الآن لا يساعدنا على ملء شواغر. يعني الآن إذا احتجنا نعين الناس ما عندنا مكان نجلس فيه الناس، ونحن بحاجة لأنه عمل الدائرة ينمو باستمرار والأسئلة تزيد، عندنا بحدود 850 سؤال يوميا. طبعا بعض الأسئلة قد يجلس سنة، بعض الأسئلة شهرين، بعض الأسئلة 3 أشهر حسب السؤال، يعني مش كلها أسئلة سهلة يعني متكررة، لا هناك أسئلة والله معضلات. فنحن بحاجة لمزيد من الباحثين، مزيد من المفتين، لكن المشكلة هي في العدد. أتذكر العام الماضي أو اللي قبله صرح مفتي الجمهورية المصرية أنه كان عندهم أول يوم في رمضان الأسئلة 1500 سؤال وعندهم 400 مفتي، إحنا كان نصيبنا 1500 سؤال بس ب40 مفتي. يعني تخيل كيف الضغط راح يكون عليك. ففي كثير من الأحيان نحن يعني نحمل أوراقنا من العمل إلى المنزل حتى ننهي الدراسة وننهي البحث، يعني ما الوقت لا يسعفك داخل الدائرة وداخل الوقت. فإحنا بحاجة إلى المزيد. أيضا قضية وجود نساء عندنا، قضية هاي مدروسة وحابين يكون في شق نسائي وفرع نسائي تتولى أسئلة النساء، لأنه في بعض الأسئلة محرجة جدا للنساء، يعني قد تتحرج هي في حديثها، أنت تتحرج في الكلام معها على الاتصال أيضا، يعني في قضايا خاصة. فحابين يعني نضم بعض المفتيات إن شاء الله، هذا موجود، لكن أين أضع هؤلاء المفتيات؟ يعني الخصوصية غير متوفرة الآن، لأن المباني المبنى ضيق كل غرفة فيها 4، يعني إذا جلست بين 3 شباب يعني أين الخصوصية؟ فنحن نريد أن نجعل للنساء خصوصية بالمبنى الجديد إن شاء الله حتى تقوم بعملية الفتوى وتسهل على الجميع. هذا أيضا من التحديات التي نمر بها. كل تحدي مادي أو لوجستي سهل. التحدي الأكبر إلى الآن الذي متجاوزناه تحدي الحرية، بفضل الله إلى الآن مجتازينه، يعني حرية مطلقة لنا، لا نفتي إلا بتملي عليه هذه الضمائر ويملي عليه هذا الدين. إلى الآن أمور الحمد لله ماشي في الطريق الصحيح، لا يمارس علينا أي نوع من الضغط، لا يمارس علينا أي نوع من الطلبات، نحن أحرار فيما نقول إلى هذه الساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. بتوقع هذا هو الحد الفاصل الأكبر، لأن الكل سيعمل بروح عالية لأنه يشعر بحريته، لكن متى ما شعرت أنني يملى علي أو يطلب مني لن أعمل بنفس السوية، بصراحة لن أكون مبدعا في عملي. نشكر فضيلة مفتي الدكتور حسان أبو عبدور على هذه المحاضرة القيمة، ونفتح باب المداخلات والمجالس. نشكركم يا دكتور على هذه المحاضرة العلمية القيمة. سؤالي، هل هناك تنسيق بين دائرة الإفتاء ودوائر أو مجمعات فكرية فتوى أخرى دولية في قضايا مثلا كبيرة تهتم بأمر الأمة أو في موازين كبيرة؟ لأن المتتبع في السنين الماضية يجد أن هناك فتوى لشيخ الأزهر مثلا التزم بها أو اتخذتها دار الإفتاء في فتاوى. في البداية علاقتنا جميعا مع جميع دور الإفتاء والمجامع الفقهية علاقة طيبة وجيدة، بنساهم مجمع الفقه الإسلامي، المفتي بخرج هناك وبشارك بأبحاث، علاقتنا طيبة مع مفتي الجمهورية المصرية، نتبادل الزيارات المناسبات، وإحنا عضو مع في مرابطة للدور الإفتاء في مصر، إحنا أيضا عضو فيها وسمحت الشيخ بساهم فيها وفي مجلتها أيضا. إنما قضية المشورة فيها حساسية من ناحية أنه كل بلد له ظرفه وله عرفه وله سياساته، فمثلا ما يصلح في العراق ليس بالضرورة يصلح في الأردن والعكس، وما يصلح في مصر ليس بالضرورة يصلح في الأردن، ما يصلح في السعودية ليس بالضرورة يصلح في مصر في الأردن أو مصر وهكذا. فكل بلد له خصوصياته، لكن من منهج البحث في الفتوى عندما نريد أن نبحث خاصة مسائل مثلا معاصرة، أنا لا أبدأ من الصفر، يعني لن أخترع العجلة، أول ما أبدأ سأبدأ بدور الإفتاء والمجامع الفقهية والمؤسسات مثل الأيوفي في الاقتصاد، أشوف هالناس إيش بتحكي، لا شك أني سأطلع عليها وسأقرأها وتكون من ضمن ملف والإضبار اللي بشتغل فيها، يعني لن أبدأ من الصفر، في علماء بحثوا، يعني ليش أبحث أنا من الصفر؟ فندرس هذه الأمور ثم نضع لمستنا الأردنية عليها، لكل مجتمع خصوصيته.
فلابد من احترام هذه الخصوصية. ما بقدر أكون أنا نسخة عن الإفتاء المصرية ولا السعودية ولا الفلسطينية ولا العراقية أبدا، هذا صعب جدا. الذي يمارس الفتوى يعرف هذا، أنه الأعراف تختلف كثيرا من بلد إلى بلد، المقبول هنا ليس مقبولا هنا. يعني مثلا في زمن من الأزمان كان في أحد البلدان العربية كشف الوجه، يعني كان المشايخ يقولوا دياثة، تخيل وين وصل دياثة، أنه مرتك تكشف وجهها. طب بقدر أحمل هذا الحكم إلى الأردن مثلا؟ لا، الأردن الشيء هذا عادي وطبيعي جدا، يعني الذي يستر وجهه هم الأقل، موجود لكن هم الأقل. لاحظ كيف متجاورتان كلا الدولتين. فبالتالي لا، كل بلد لها خصوصيتها، إنما اللقاءات ودية وبفضل الله سبحانه وتعالى. تأييدا لكلامك، السنة عامرة بالأمثلة على ما تفضلت به فيما يتعلق في بفقه المآلات بالفتية، ومنها توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين، وقال أخشى أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم في الظاهر محسوبين على الصحابة، فإذا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خلاص، يعني لماذا ندخل الإسلام إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه ويقتل المشركين، فنبقى على شركنا أفضل، فيكون مانعا من دخول الناس الإسلام. وكذلك الحديث الذي في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة حجرا حجرا ولا ألصقتها في الأرض وجعلت لها بابين، بابا يدخلون الناس منه وبابا يخرجون. فكان المانع حداثة الناس بالجاهلية، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على العرب أن ترتد، يقول محمد يهدم بيت وهم يعظمونه، يعني من زمن إبراهيم والعرب تعظم بيت الله الحرام، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فبارك الله فيك على هذه الالتفات اللطيفة. السلام عليكم، جزاك الله خير شيخنا على هذا الإيضاح المهم للإفتاء المؤسسي. أنا عندي سؤال على منهجية الفتوى داخل المؤسسة، هل تكون بالأغلبية؟ فإذا كانت بالأغلبية فكيف بالفتاوى التي لا تكون فيها أغلبية بحيث يتساوى الطرفين؟ كيف تصدر الفتوى في هذه الحالة؟ جزاك الله خير. أول شيء هنالك سير الفتوى في الدائرة حتى أوضح الأمور. تأتي السؤال، احنا عندنا الأسئلة تأتي عبر مختلف الطرق، ممكن SMS رقمنا موجود، تبعت رسالة قصيرة، ممكن عن طريق الإيميل في عندنا موقع إلكتروني، ممكن الهاتف، ممكن حضورك الشخصي، ممكن تبعت لي ورقة عادية تكتبها، كل الوسائل متاحة. الآن عندما يصلني هذا السؤال بقوم الباحث بإعداد إجابة عليه مبدئية، بنظر فيها المفتي اللي بيكون مسؤول عنه، ثم يعرضها على الأمين العام، ثم تعرض على المفتي العام وتسير. هذا يدل أنه هاي الفتوى إيش؟ فتوى من الفتاوى خلنا نقول مكرورة أو السهلة، ثم تبدأ كوبي بيست عنها، إذا تكررت خلص اعتمدت هذه الإجابة لهذا السؤال. في بعض الأحيان لا، قد يقف الباحث لا يجد إجابة، هو نفسه الباحث لا يجد والمفتي لا يجد، فتعرض على الأمين العام، الأمين العام ينظر والله هاي تستحق إيش؟ البحث، فيقول تحول إلى لجنة الفتوى. لجنة الفتوى عبارة عن مدراء دائرة الإفتاء، 10 من الدكاترة بيجلسوا ويتباحثوا برئاسة الأمين العام ليس المفتي العام. المفتي العام هو آخر من يصادق، بس تنتهي وترفع إليه، إما أن يصادق أو يبدي ملاحظة كما ذكرنا، في قد يبدي ملاحظة وتكون غالبا حساسة جدا ودقيقة جدا، لكن بالأصل الذي يرأس لجنة الفتوى هو الأمين العام. والجميل في الموضوع أيضا، الأمين العام هو منصب إداري، يعني يدير الدائرة تقريبا، في لجنة الفتوى هو مفتي فقط، يعني ليس أمينا عاما. يعني في الأمور الإدارية سمعنا وأطعنا، لا نخالف له أمره، أقعد روح، هو من أمرنا أحضر المحاضرة، إذا حاضر عند الإخوة حاضر، لا أقول لا. لكن في لجنة الفتوى ما في مرحميني، كلنا سواء، كلنا مثل بعض، حتى لما يجلس المفتي هو صوت فتوى، ليس مفتيا عام، هو مفتي الآن، فتأخذ حريتك بالكامل، تعارض توافق، هو إيش توجهه ما بهمني. هاي قضية مهمة جدا وهي خطيرة، لأنه مرات عندما يرأس المسؤول إذا أراد أن يفرض مسؤوليته مصيبة، أنت راح تختصر وتصير تمشي مع التوجه، لا ما عندنا هيك، ممكن كل واحد يكون له توجه. وأغلب الفتاوى فكرة فيها تحفظات، لأنه إحنا من مشارب مختلفة، يعني أنا خريج الأزهر، في واحد خريج المدينة المنورة، في واحد خريج الأردنية، في واحد خريج مؤتة، في واحد في أنا مثلا درست المذهب الحنفي، في واحد شافعي، في واحد حنبلي عندنا، في مالكي،
في واحد تخصصه حديث، تخصص فقه أصول، في واحد تخصص تفسير، مشارب يعني صعب أن تجمع هذه المشارب أو نتفق على شيء. وفي بيناتنا من يعتز بالمذهبية، في بيناتنا أكثر انفلاتا شوي من المذهبية، وهكذا. فوجودنا على طاولة واحدة قلما نتفق، هذا في البداية. لكن إحنا عندنا نظام للجنة، الفتوى لا تخرج إلا بالأغلبية. يعني في بعض الأحيان نجلس 10 أشهر نناقش لأنه ما في أغلبية، ظل نجلس نفس المسألة تكرر، بيكون إحنا عندنا جدول أعمال، لكن هذه المسألة ما اتفقنا تكون مدرجة دائما في جدول الأعمال حتى نتفق عليها. الآن إذا كنا متساويين، والله النصف في النصف، الذي يكون معه الرئيس، الرئيس يحسب بصوتين لحسم المسألة. أما الأغلبية رافضة الفتوى لا تخرج، الأغلبية موافقة الفتوى تخرج ويلتزم الجميع بها. تساوت الأصوات، رئيس الجلسة مع من يكون هو صوتين حتى تحسم الأمور. فالأمور كلها موجودة يعني منظمة، ونحن من كتبها واقترحها أنه إحنا كيف نريد لجنتنا، نريدها مشكلة من الفئات التالية لأنهم الأكبر سنا مثلا، ونريد أيضا أن يتم التصويت بهذا الشكل وأن يرأسها فلان، ثم تعرض على المفتي العام، المفتي العام يبدي ملاحظته إن كان هناك ملاحظة، وإلا فهو يمررها ويمشيها. يعني ما عندنا والله المفتي أنه يصبح الصبح جاء عباله يفتي فتوى يلا طلع لي فتوى، ما فيه هيك. في لجنة تعرض عليها ويجب أن تحصل أغلبية. يعني إذا أراد مثلا خطر على باله مفتي ما في يوم ما، الآن الموجودين لا كله ملتزم الحمد لله، إنه يطلع فتوى في شأن ما فعرضها على اللجنة، اللجنة سترفض لن تخرج الفتوى، وإلا بنقول له أخرجها باسمك الشخصي ليس باسم المؤسسة، أنت أردت الفتوى في هذا الموضوع نحن لا نوافق، لكن لن نحجر عليك، أنت عالم لك أن تخرجها باسمك الشخصي، قل أنا فلان الفلاني كعالم أنا أراها، أنت حر، لكن لا تخرجها باسم الدائرة. لذلك إحنا فتاوانا لا تخرج باسم المفتي، تخرج باسم إيش؟ دائرة الإفتاء، مؤسسة. لما أنت أردت الخروج عن هذه المؤسسة أخرج باسمك شخصي، لا تخرج باسم المؤسسة، لأن المؤسسة رافضة. هذا هو العمل المؤسسي، هذا هو الحفاظ على المؤسسية والبعد عن الشخصية. الشخصية تدمر، المؤسسية هي الصواب، هو فكر جماعي للكل ويمثل الكل، وأنت تتبناه وتدافع عنه، وهذا السر من أسرار قوة انتماء أبناء المؤسسة للمؤسسة. ليش الكل يحب مؤسسته وكل ينتمي؟ لأنه شاعر أنها تمثله حقيقة، أنه الذي يخرج هو رأي أتبناه. مرة طرحنا هذا الموضوع في الإعلام وذكرت أنه قالوا أرسلنا لكم أسئلة تأخرتم، قلنا نتأخر ونخرج جواب صحيح أفضل من نتعجل ونخرج جواب خاطئ. أنا لا أنظر إلى الوقت، الوقت هنا يفقد قيمته عندي بصراحة، لو أجلس سنتين ما عندي مشكلة، المهم أن تخرج عندي فتوى ما يرجعني أحد يقول لي فتوتك غلط، لأني سأقف قبله أمام الله، فإلا أننا نخاف الله نريد أن نخرج بشيء سليم وصحيح. نعم، فعامل الوقت ما بخلي يشكل إيش ضغط عليه، وأقولها بأريحية. يعني بعض الفتاوى فعلا أخذت سنة كاملة، والله بجوز مع بعض الناس ما تأخذ معه إيش، هكذا هو حر. مش قال إن أحدكم يفتي بفتاوى لو عرضت على أبو بكر وعمر لجمع لها أهل بدر؟ يا جماعة ما هو مش بالتعجل، لا. فالوقت يفقد قيمته عندنا، الذي له قيمة حقيقية هو أن تخرج الفتوى صحيحة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم على المشاركة والتفاعل، ونشكر سماحة المفتي الدكتور حسان أبو عقوب على هذه المحاضرة والبيان والتوضيح عن المكان الشخصي، ومن خلال الدكتور نتوجه بالشكر الجزيل نيابة عن قسم الفتوى في دائرة الإفتاء الأردنية، فجزاكم الله عنا خير الجزاء، وإلى لقاءات قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.